من فم الأسد سحبت الوحدة الاستقصائية الحسابات السرية السويسرية لعدد من السياسيين اللبنانيين، وقد كشفت الحلقة الثانية 5 أسماء من بينهم الوزيران السابقان إلياس المر والراحل جورج فريم. لأنه في إرباك أو في شيء حدا حابب يخفيه. كما وكان حصة لنائبين في البرلمان اللبناني هما رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم والنائب محمد قباني. اقتراح قانون مكافحة الفساد، وهذا تقدمت فيه بأواخر 2007. في مرة حطينا حساب لقيناه نقص. بعد سنة شلناه. أما حصة الأسد فكانت لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وما نقوله في السياسة والأمن نقوله أيضا في الاقتصاد. في المواجهة بين الزميلين رياض قبيسي وسمر أبو خليل احتد النقاش وطال حول حسابات الرئيس ميقاتي. طيب رياض، يعني ما تلقائيا لما هو بيكون مساهم بهالقدر الكبير من الأسهم ب كبير 15% ليه ما بده يحصل؟ ليه بدك تكون مستغرب يعني انه قطاع هالقد مطلع مصاري؟ ليه بدك تستغرب انه يحصل على قد بالتحكيم؟ لا طبيعي، بس انا ما كنا نسمع روايه بانه هو جزء من الشركه بشكل واضح، كنا نسمع مجموعه ميقاتي، واصلا صار في التباس الشركه بعد اسمها ولا لا، ومثل ما قلت على الويب سايت تعوله بالسيره الذاتيه بتفوتي بتلاقي نجيب ميقاتي، بتحط بتلاقي مقابلة معمولة مع صحافي مكتوب فيها بأنه قد تخلى عن الدجاجة التي تبيض ذهبا. عفوا، إذا التخلي عن الدجاجة التي تبيض ذهبا يكون بعشرين مليون ليرة، لكن علينا إعادة تعريف ما هو الذهب. 3 وزراء جدد ستكشف حساباتهم في الحلقة المقبلة، من هم وما قصة حساباتهم؟ الحلقة 3 من الحسابات السرية السويسرية وجها لوجه تحت طائلة المسؤولية، الجمعة 9:30 على قناة الجديد.